بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. المرسل ميم عين من اليمن يقول: رجل كبير في السن ليس بجانب بيته مسجد جامع قريب، وفي يوم الجمعة لا يستطيع الذهاب من المنزل لأداء الصلاة بسبب البعد، ولأنه لا يعرف قيادة السيارة وليس له سائق، والمسجد بعيد جدا لا يستطيع الذهاب إليه لكبر سنه، فهل له أن يصلي في المنزل أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل وجوب الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والجماعة على كل مسلم فرض عين مهما أمكن ذلك، ومن لم يستطع فإنه يصلي في بيته، وذلك مثل ما ذكر هذا السائل من حالته، وأنه كبير السن ويشق عليه المشي والمسجد بعيد عنه، فهذا معذور في أن يصلي في بيته، لكن يصليها ظهرا 4 ركعات ولا يصليها جمعة. وإذا تيسر له من يذهب به إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك مهما أمكن. نعم. أثابكم الله. المرسلة منيرة أحمد من الشرقية تقول: إن هناك امرأة تقول: أريد الحج ولكني أخاف الموت هناك، وأخاف على أولادي أن لا يجدوا من يكفلهم، فأرجو أن تقدموا نصيحة لها، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كانت هذه المرأة لم تحج حجة الإسلام وعندها استطاعة بدنية واستطاعة مالية وعندها محرم، وجب عليها أن تؤدي فريضة الإسلام، تترك عنها الخوف، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله يعينها. أما إذا كانت قد أدت فريضة الحج وتريد أن تحج تطوعا فالأمر في هذا واسع، إن تيسر لها أن تحج حجة تطوع فذلك زيادة خير إلى خير، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها لا حرج عليها لأن تكتفي بحجة الإسلام. نعم. ربما منعها من ذلك فضيلة الشيخ هذا التخوف بضعف الإيمان بالقدر، وأن ما كتب جار على العبد سواء في بلده أو في بلد آخر. إذا كانت تخاف من ذلك لأنها مريضة، يعني لأنها مريضة وتخشى أن يزيد عليها المرض، فإنها تنتظر إلى أن يشفيها الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هذا التخوف إنما هو وهم مرض نفسي ووسواس فإنها تتركه، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله عز وجل، والله جل وعلا يعينها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من بريدة رمز إلى اسمه بالحروف راء دال يقول: ما حكم الاستماع لأشرطة السيرة النبوية، حيث طرحت في الأسواق أشرطة كاسيت سجلت عليها أحداث السيرة النبوية، وأنا لا أعرف ما صح من تلك الأخبار وما لم يصح ودرجة الصحيح والضعيف منها، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن الأشرطة والكتب لا يقبل منها إلا ما كان صادرا عن أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم، وأما من يجهل حاله ولا يعرف علمه ولا يعرف أيضا الثقة به فإنه لا يوثق بأشرطته ولا بكتاباته. والحمد لله الخير متيسر ولله الحمد، السيرة النبوية مدونة في الكتب الصحيحة، فلا حاجة إلى هذه الأشرطة التي لا يدرى مصدرها ومن ألقاها ولا يعرف بعلم ولا يعرف بثقة، ويبلغنا عن هذه الأشرطة من الأخطاء الشيء الكثير، الواجب التحفظ منها. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسل فاها من الرياض يقول: لي جيران
سيئوا الخلق، يشرب أبوهم الدخان، وكلامهم كلام أطفالهم فيه شتم ولعن، وتلعب بناتي وأطفالي معهم، وإني لا أريد تلك البنات خوفا على بناتي وأطفالي من فساد ألسنتهم وأخلاقهم، فهل يحق لي أن أحرم بناتي منهم؟ وهل يجوز لي أيضا طرد بناتهم وأطفالهم من المنزل أي منزلي؟ أم هذا يكون من إيذاء الجار وعدم معاملته بالحسنى؟ أفتوني مأجورين في مثل هذا الحال، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجار له حق وأنه يجب الإحسان إليه، وإذا لوحظ عليه شيء في دينه وأخلاقه فإنه يناصح ويبين له طريق الصواب، هذا من حق الجار على جاره. لكن إذا لم يقبل النصيحة وكان أولاده وبناته سيئ الأخلاق ويخشى من تأثيرهم على أولاد جيرانهم، فإنه يجب الابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على من يخالطه. فلا حرج في أن يعزل الإنسان أولاده وبناته عن أولاد الجيران وبنات الجيران الذين ساءت أخلاقهم ولم يربوا تربية حسنة لئلا يؤثروا على غيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل لام راء من الدوادمي بعث بسؤالين، يقول في أولهما: أرجو توضيح لعب الميسر ما هو ولماذا سمي ميسرا؟ الميسر هو القمار، وهو المغالبة الباطلة، المغالبة الباطلة، كأن يتراهن اثنان: إن كان الأمر كذا فعليك كذا، وإن كان كذا فعلي لك كذا، فهذا من أكل المال بالباطل، لا يجوز لأنه بغير حق. ولم يبح من المراهنات إلا ما جاء الشارع بإباحته، وهو المسابقة على الخيل والإبل والمسابقة في الرماية، هذه يجوز أخذ العوض عليها لأنها من وسائل الجهاد ومن التدريب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما ما عداها من المراهنات فإنها لا يجوز أخذ المال عليها لأنه أكل للمال بالباطل. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر والميسر يصدان عن ذكر الله ويلهيان عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويسفهان الأخلاق مع ما فيهما من أكل للمال بالباطل بغير حق. والأموال محترمة ومصونة، وهي مسؤولية على أهلها، ليس لهم الحرية في أن يعملوا فيها ما يشاءون، بل لا يعمل الإنسان في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشارع، وإلا فإنه محاسب على ما ضيع من أمواله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا؟ المراد جنس الإنسان، أنه يبطر عند النعمة، أنه عند النعمة يبطر ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، يبطر ويتكبر ويسرف ويفسق ويستخدم المال في المحرمات، وإذا أصابه شدة فإنه يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره. هذا من حيث جنس الإنسان، لكن أهل الإيمان والحمد لله بخلاف ذلك، إذا أصابتهم سرا شكروا، وإذا أصابتهم ضرا صبروا واحتسبوا، هذه صفة أهل الإيمان. نعم، جزاكم الله خيرا. المرسلة أم أسامة من المنطقة الجنوبية تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للزوجة أن لا تطيع زوجها إذا أرادها في الفراش لسبب؟ إما أن تكون مريضة، أي يكون عصيان وامتناعها لسبب، إما أن تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك، أو لضيق في صدرها بسبب أفعال أطفالها أو غير ذلك من الأسباب المقبولة، هل يجوز لها أن لا تطيعه؟ أم تكون من النساء العاصيات لأزواجهن اللاتي تلعنهن الملائكة حتى يصبحن؟ يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، أن تطيع زوجها بالمعروف، ومن أعظم ذلك طاعته فيما يريد منها من الاستمتاع بالفراش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أن تجيب زوجها إذا دعاها لفراشه ولو كانت على التنور، في رواية ولو كانت
على ظهر قتم، فإن لم تجبه من غير عذر كان عليها الوعيد الشديد، كما في الحديث إذا باتت المرأة وزوجها ساخط عليها لعنها من في السماء حتى تصبح، أو كما جاء في الحديث. فأما إذا كان عندها مانع شرعي كالحيض أو يريد أن يجامعها في الفرج ويرتكب ما حرم الله فإنها لا تطيعه في ذلك، لكن تطيعه في الاستمتاع الذي دون الجماع في الفرج. إذا كانت حائضا له أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج إذا كانت حائضا، أو كان بها مانع مرضي أن تكون لا تطيق الجماع لمرض فيها، أو لأن هذا يؤثر عليها، يؤثر على صحتها تأثيرا بينا، فلها حق الامتناع لأن هذا امتناع بحق. نعم. يبدو من السؤال أنها تقدر ذلك تقديرا فضيلة الشيخ، تقول قد تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك، أو لضيق في صدرها بسبب الأطفال أو غير ذلك من الأسباب. إحنا ذكرنا إذا كان المانع شرعيا أو حسيا فلها أن تمتنع، من حقها أن تمتنع ولها عذر في ذلك. أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي ولا حسي وإنما لأنها لا تشتهي كذا أو فليس هذا من حقها، عليها أن تجيب. نعم. سلام الله عليكم. سؤالها الآخر تقول: هل إذا توفي الزوج وهو غير راض عن زوجته تدخل الزوجة في النار ولو كان هذا الزوج لا يهتم بها، أي أنه هو السبب في عصيان الزوجة له؟ أفتوني مأجوري. لا شك أن من مات زوجها وهو ساخط عليها أنها تكون مسؤولة عن ذلك، عن حق زوجها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنها ظلمته بذلك، وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو بالاقتصاص من أصحابها، فعليها أن تستغفر لزوجها وأن تتصدق عنه وأن تكثر له من الاستغفار، لعل الله أن يخفف عنها ما ظلمته من حقها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. مرسل رمز لاسمه بالحروف صاد لام ميم يقول: ما التحية التي تكون أحسن من التحية التي يحيي بها الناس بعضهم بعضا؟ أعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. تحية تكون أحسن منها إذا قال السلام عليكم، فإنك ترد عليه بقولك: وعليكم السلام ورحمة الله، تزيد رحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنك ترد وتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتزيد وبركاته. هذا هو الرد بأحسن منها، والرد بمثلها أن تأتي بمثل لفظها. إذا قال السلام عليكم تقول: وعليكم السلام. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد بمثلها، إذا جئت باللفظ الذي بدأك به فهذا هو الرد بمثلها، والأحسن منها أن تزيد عليه. نعم. السائلة السين ألف من الرياض تقول: أجريت عملية جراحية وصار ببطني جروح بعد إجراء العملية، وعندما أردت أن أتطهر من الحيض عزكم الله أخذت رباطا من البلاستيك وربطته على بطني خوفا من مرور الماء على جروحي، فاغتسلت وجاء بعض الماء على الجروح فرطبها، أي وصلها لكن كان خفيفا، فهل هذا الفعل صحيح أطهر به؟ وإن لم يكن صحيحا فماذا أفعل؟ هل أعيد الغسل أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. كان الذي يجب عليك أن تغسلي الصحيح من جسمك وأن تجنب الماء الجروح، تمسحي عليها مسحا، وإذا كانت لا تتحمل المسح فإنك تتيممين عنها بالتراب، هذا هو الواجب عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسلة أم سليم من اليمن تقول: إذا أمر الزوج زوجته أمرا لكنها لا تستطيع أن تفعله لأنه فوق طاقتها، فهل تطيعه غصبا أم لا؟ وهل عليها إثم في عصيانه لعدم قدرتها على تلبية طلبه ولو غصبها على ذلك الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم. إذا كانت لا تطيق ما أمرها به فليس عليها حرج في أن لا تطيعه في ذلك، لأنه خارج عن مقدورها، قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم،
وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف، فإذا أمرها بأمر وهي لا تطيقه فليس من حقه أن يأمرها بذلك، وهي أيضا لا حرج عليها إذا لم تجبه لأنه خارج عن طاقتها. نعم. مرسل آخر من اليمن هو أحمد بن كريم يقول: كثير من الشباب يقضون أوقات فراغهم في المعاصي، فأرجو من فضيلتكم أن توجهوا لنا كلمة لعلها تنفعهم، جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين عموما الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله وأن يحافظوا على أوقاتهم فيما ينفعهم من دينهم ودنياهم، لأنهم محاسبون عليها فيما أفنوها وفيما أمضوها. قد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان مسؤول عن وقته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن ضيع وقته باللهو والغفلة فسيخسر هذا يوم القيامة ويندم عليه ويحاسب عليه. فالواجب على الشباب وعلى كل مسلم يحافظ على وقته فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه، وأن لا يضيعه باللهو واللعب، لأنه هو رأس ماله الحقيقي الذي إذا حافظ عليه نفعه وإذا ضيعه ضره. نعم. المرسل عبد الله محمد من القويعية يقول في سؤاله الأول: ما حكم رسم الصور الحية بدون رسم الوجه؟ إذا كان مجرد الجسم بدون رأس، نعم، فهذا لا حرج به، لأنه مطموس، لأنه صورة مطموسة، لأن الصورة هي الرأس والوجه. فإذا كانت الصورة ليس لها رأس ولا وجه فإنها تكون كالشجرة. نعم. لا محذورة فيها. نعم. في سؤال الآخر يقول: بعض الناس لا يستطيع أن يتحدث بنعم الله عليه أمام الملأ خوفا من العين، فهل هذا فيه مخالفة لقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ وهل هو داخل في قوله جل في قوله في الدعاء: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ أعني هل يخشى أن يكون في ذلك شرك؟ الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، يشكر الله على نعمه ويتحدث بنعم الله عليه من باب الشكر لله عز وجل. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بالنعم من باب الشكر والثناء على الله بها أمر محمود. وليس المسلم بالذي يخاف من الناس ويخاف من العين ويخاف، يكون عنده توجسات وعنده هواجس ووساوس، يترك هذه الأمور ويحسن الظن بالله عز وجل ولا يضره أحد، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. المرسل محمد سعيد الجهني يقول: هل يجوز تسمية الأولاد بعبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود، وأيضا تسميتهم بأسماء تسبب الضحك وتثير السخرية؟ ثم هل لمن سمي بمثل تلك الأسماء أن يغيرها، وما حكم التغيير في حقه، جزاكم الله خيرا؟ الأصل أنه يجب على الوالد أن يختار الاسم الحسن لمولوده، لأن هذا من الإحسان إلى المولود. وأحسن الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن. فيختار الأسماء الحسن، الاسم الحسن المعبد لله عز وجل بالأسماء الربانية الثابتة بالكتاب والسنة، مثل الله الرحمن الرحيم الكريم العزيز الغفور إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيعبده لأسماء الله عز وجل: عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحمن، عبد الغفور إلى آخره. أما الموجود فهذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والستار والمقصود هذه أيضا لم تثبت أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكنها أخف من التسمية بعبد الموجود، لأن الموجود هذا ليس من أسماء الله. وأما أن الله يقصد وأنه يحسن فهذه من صفات الله، وأنه يستر على عباده هذه من صفات الله عز وجل، لكن لم يثبت منها أسماء لله عز وجل. وإذا سمي الإنسان باسم سيء فإن كان معبدا لغير الله كعبد المسيح أو عبد الحسين أو عبد الكعبة فإنه يجب تغيير ذلك، يجب عليه تغيير ذلك إلى اسم مشروع. أما إذا لم يكن فيها تعبيد لغير الله عز وجل
وأراد أن يغيرها إلى اسم أحسن منها فلا مانع من ذلك، لكن لا يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم حزن إلى سهل، وغير أسماء بعض أصحابه رضي الله عنهم إلى أسماء أحسن منها، فهذا من باب الاستحباب، إلا إذا كان الاسم معبدا لغير الله فإنه يجب تغييره. نعم. هل يشترط في ذلك رضا الوالد لأنه هو الذي وضع الاسم الأول؟ ما يشترط في هذا، يجب على الوالد أن يغير اسم ابنه، فإن لم يغيره فللابن تغيير اسمه. جزاكم الله إلى اسم مشروع، إلى اسم مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عبد الله الشراري من القريات يقول: هل بقايا اللحم لحم الإبل في الأسنان تنقض الوضوء إذا سقطت في جوف الإنسان بعد وضوئه؟ لا، هذا لا يؤثر على الوضوء، لأن هذا لا يعتبر من أكل اللحم، هذا شيء يسير وغير مقصود. ولكن من الآداب أن الإنسان يلفظ ما تبقى بين أسنانه من مخلفات الطعام واللحوم، هذا من الآداب، وألا يبتلعه، هذا هو الأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. مرسل رمز إلى اسمه بالحروف جيم نون هاء يقول: امرأة قامت بتربية ابن هو ابن بنت زوجها ولم ترضعه، فهل يكون محرما لها ولأبناء ولبناتها؟ نعم، هي زوجة جده، هي زوجة جدها، فإذا كان ذكرا ابن بنت زوجها، نعم، ابن بنت زوجها يكون محرما لها لأنها زوجة جده. نعم. المرسل علي راشد الثقفي من الطائف يقول: ما حكم تشريح الجثث لأجل الدراسة ومعرفة سبب الموت؟ جثث المسلمين محترمة، حية وميتة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فلا يجوز امتهان جثث المسلمين بالتشريح من أجل الدراسة أو غيرها، وإنما التشريح الذي يقصد منه معرفة سبب الوفاة، كأن يكون في وفاته اشتباه لا يدرى ما سببها، فلا بأس أن يشرح من أجل الوقوف على معرفة سبب وفاته. أما أن يمتهن جسمه للدراسة تقطع أوصاله وعظامه، فهذا لا يجوز في حق المسلم، أن المسلم جثة المسلم تحترم وتكفن ويصلى عليها وتدفن في المقابر المسلمين، ولا يجوز أن يعرض لها بأذى أو سوء. نعم. معنى ذلك شيخ أنه يجوز تشريح جثة غير المسلم كافر؟ أما غير المسلم هذا قد يكون الأمر فيه أوسع، قد يكون فيه الأمر فيه أوسع إذا احتاج إلى ذلك. نعم. وأما اللعب به من باب العبث هذا لا يجوز. نعم. يستعرض عن ذلك بعض الحيوانات مثلا؟ إذا كان فيه ما يغني عنه بعض الحيوانات أو بعض الرسومات فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم صالح من القصيم تقول: هل على الزوج إثم إذا لم يعدل بين زوجاته في المبيت والجماع والنفقة والسفر والذهاب بهن للنزهة؟ نرجو منكم بيان ذلك والتحذير منه لما يقع فيه كثير من الأزواج من مثل ذلك، عسى الله أن ينفع بما تقولون ويجزيكم خيرا. لا شك أن العدل بين الزوجات أمر واجب في الإنفاق والسكنة والمبيت والسفر، إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، هذا من العدل، ولا يجوز له أن يحيف مع بعضهن ويضر الأخريات فيما يجب لهن عليه من الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. والله جل وعلا يقول: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون، أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم على حسن استماعكم.